ايه يا صفي؟ من ساعة ما خرجنا من الاسم وانت ما فتحتيش بقك بكلمة واحدة، مالك فيك ايه؟ مفيش. انا بقى ما بقلقش في حياتي غير من كلمة مفيش، بالذات لو طالعة من واحدة ست. انت ايه اللي جابك ورايا الاسم يا جلال؟ ما هو مش معقولة كل ما اروح حتة الاقيك جاي ورايا. انا مش عارفة اشوف شغلي على فكرة. شغلك؟ تصدق انه شغلي؟ وهو شغلك ده مين اللي جابهولك؟ مش انا؟ مش انا برضو اللي عملتك عمدة؟ جاية دلوقتي تقولي لي الكلام ده؟ عملتني؟ انت بتمن عليا يا جلال؟ وهي دي حاجة بتمنظر بيها ولا مسؤولية واتحطت فوق دماغي؟ لا انا عموما مش قصدي اللي وصل لك ده خالص يعني. امال تقصد ايه؟ وايه اللي يخليك تضمن مجرم زي سامر ده؟ طب ما هو حسام بيقلها لك انه مش هيخرجه غير بكره الصبح، وقال لك برضه ان اي حد من عيله الدهايشه لو جه هيضمنه ويخرجه. قلت خرجه انا وهتبقى بجميله، يعني تبقى انت اللي دخلتيه وانا اللي خرجته، وبكده ما نبقاش عملنا مشكله مع الدهايشه. وهو في ايه اكتر من ان ابنهم بيهدد بنت غلبانه بالحرق وعايزها غصب؟ يا حضره العمده، دول غجر غجر مالهمش في العلوم الانسانيه اللي انت بتتكلمي فيها دي. وبعدين انا بكلمك دلوقتي مش جلال ابن عمي، انا بكلمك جلال الفارس المحامي. اللي انت كنت عايزه تعمليه ده ملهوش اي سند قانوني بصراحه، يعني ملهاش لازمه الحركه البايخه بان احنا نبعت نجيب ابو البنت ويقف مدلدل قدامنا ويقول ان الولد ما عملش اي حاجه وان ده نسيبنا وحبيبنا والكلام اللي هيبقى منقوع في الذل ده. ايوه اقعد انت ترافع واعمل الشو بتاعك، كل ما اخد خطوه لقدام ترجعني 10 لورا. انا صفية؟ طب قولي لي ايه اللي انت كنت عايزاه وما اتعملش؟ ده مفيش حاجه كان نفسك فيها وما اتعملتش، واي حاجه بتفكري فيها بتلاقيني في ظهرك على طول وبعملها لك، بس بالسياسه بالهداوه. انا بقى ما بقتش مرتاحه للدبلوماسيه بتاعتك دي يا جلال، كلامك كله خبث فلاحين على زكاوه محاميين وما بقتش اصدقه. يا صفية انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ هو مفيش احترام لابن عمك الكبير ولا ايه؟ ده انا لما كنت في نقابه المحامين كنت انت يا دوب لسه في ثانوي. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اكبري بقى وعقلي. ده مش رد على كلامي على فكره. بص يا صفيه، انت صحيح العمده بس مش زرع شيطاني كده. انت في النهايه اسمك صفيه عارف الفارس، يعني عيله الفارس هي اللي متصدره في كل حاجه، وهي بتمشي كده بنت عمي، واحد يشد والتاني يرخي. انا ماشي. استني بس. ماشيه يعني ايه؟ هتمشي ازاي يعني؟ استني هوصلك. مش عايزك توصلني في حته يا جلال. ماشي اتفضلي افتحي عربيتي اهو وروحي بمعرفتك زي ما انت عايزه. ما هو كمان مش هينفع اسيبك تمشي في التوقيت ده لوحدك، الناس تقول علينا ايه؟ صدق ان ده اللي بيقفلني منك، انك مش همك زعلي قد ما همك منظرنا قدام الناس. يلا ضربونا يا عيلة خلل كلكم، انا كنت ناقصك انت كمان. بدور حضرة العمدة. يا صباح الخير اللي معانا بابا القران وانا وصحانا وصحان بابا يا صباح الخير اللي مش معانا. يا سيدي صباح الفل، وانا اللي معاك اهو. خلينا نقعد نقول الكلمتين اللي جايين نقولهم. مالك يا داخل حمل جنب كده يعني؟ مش تشرب الشاي الاول يا سعد؟ لا متشكر، شربت وفطرت واتحممت وقعدت افكر واقدح زينات فكري وافكر لحد ما وقعت عليك التفاح. لو انت السادس لحد ما ضاعت مني الكرتونه. بس بركه
بركة إنك فكرت وقنعت. إنما كرتون تيه يا أبو كرتون. إيه؟ كرتون؟ الكرتون يا شيخ البلد. لهفها واد مني وقلت ممكن يكون استخبى فيه يا دياب، استخبى فيه يا دياب، طب حدش يتجرأ ويستخبى غير عند شيخ البلد. فيها فيه وفيه وفيه سبحان الله. لكنه توارد خاطر، اصل ده اللي حصل لي بالظبط يا دياب. ما انا برضو قعدت افكر وافكر وقدحت الزنادة فكري ومجدي ويسري واسماعيل والحبايب كلهم عشان ما حدش يزعل، لحد ما المولى هداني. هداني الايه؟ هداني الايه؟ هو انا كنت اللي كل ما اجيلك تزورق يا عم نهرو؟ هداني الايه؟ ما تقول معايا يا سيدي. لا هداني ان اللي سرق حجة بيت باسيلي من عندي هو ده قس الموضوع. اللي سرق مني الحجة، مين اللي يجرأ ويخش بيت شيخ البلد ويسرق الحجة؟ مين؟ قولك الضبور يا دياب اللي عمال يزن وعايز ياخد بيت باسيلي غصبانية وبالبخس، هو ده اس الموضوع يا دياب. ادعيلي ان الاقي اللي سرق مني الحجة، وساعتها هفز طوالي واخدك وندور مع بعض على الكرتونة. ويا صباح الخير ياللي معانا، ياللي معانا. لا كده تصبح على خير. ايه الكرهان وصحانة وصحانة. يا تل. السلام عليكم حضرة العمدة. والله انت خير، شكلكم عايز يقول حاجة، مالكم؟ احنا مش قادرين نقيم راسنا وسط الخلق، اهل البلد شايفين كل اللي بنعمله ده.